قالت مصادر أمنية إن 10 أشخاص أصيبوا اليوم في اشتباكات بين قوات مشتركة من الجيش والشرطة ومتشددين إسلاميين بمحافظة شمال سيناء المصرية. مصادر حكومية قالت إن الهجوم جاء رداً على حملة أمنية شنتها عناصر أمنية كانت ألقت القبض على 10 متشددين في قرية المقاطعة في جنوب شرق المحافظة. مرة أخرى تشهد محافظة شمال سيناء اضطرابات أمنية عنيفة، حيث قامت جماعات جهادية بإطلاق قذائف صاروخية على مديرية الأمن في المحافظة ردا على حملة اعتقالات نفذتها السلطات المصرية. الهجوم أسفر عن إصابة 10 أشخاص خلال الاشتباكات التي وقعت بين قوات مشتركة من الجيش والشرطة ومتشددين إسلاميين استخدموا قاذفات من طراز RPG، ما أدى إلى إصابة 3 من مجندي الجيش و4 من رجال الشرطة و3 مدنيين بينهم طفلة في إحدى المدارس القريبة من موقع إطلاق النار. كل اللي سمعناه إحنا بعد يعني حدود الساعة 7:30 8 شوية كده حصل انفجار كبير هز المكان، وبعد كده صوت ضرب النار من كل حتة، ده اللي إحنا شفناه. بس شفنا ايه الكلام ده؟ ضرب نار كان من كل حته في حدود ربع ساعه، من 10 دقائق ربع ساعه. مصادر حكوميه قالت ان الهجوم جاء بعد حمله امنيه شنتها عناصر امنيه كانت القت القبض على 10 متشددين في قريه المقاطعه في جنوب شرقي المحافظه. وفي حادث منفصل قال مسؤول آخر إن 3 من رجال الشرطة أصيبوا في اشتباك بين مسلحين وقوات الأمن في بلدة الشيخ زويد بالقرب من الحدود مع غزة. وكانت قوات مصرية بدأت الشهر الماضي أكبر عملية أمنية في سيناء منذ 10 سنين بعد مقتل 16 من أفراد حرس الحدود في 5 أغسطس الماضي في أكثر الهجمات دموية تشهدها سيناء.